فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما معنى ما ورد أن لكل إنسان قرين من الجن؟ وهل صحيح أن هذا القرين يخبر الإنسان عن أمور وقعت أو ستقع في المستقبل القريب؟ أما الإخبار عن المستقبل فلا يعلمه إلا الله، ولا أحد يخبر عن هذا، لا من الجن ولا من الإنس، إنما الغيب لله سبحانه وتعالى، عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا كما يأتيكم في هذه السورة. وأما أن مع الإنسان قرينا من الجن وقرينا من الملائكة، نعم مع الإنسان قرين من الملائكة يدله على الخير، وقرين من الجن والشياطين يدله على الشر، فأيهما غلب عليه صار معه، أيهما غلب عليه صار معه، ابتلاء وامتحان من الله سبحانه وتعالى. نعم.